مشكل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد، في مجال التشريع كتب عليكم القصاص، في مجال السياسة كتب عليكم القتال. والقتال لا يكون إلا بأداة، إلا بالسلاح. الحكومة هذه تحب تقولكم لا السلاح ممنوع وقانون ممنوع، لا ينحيوا الشعب السلاح باش يبقاو هما مسلحين باش يديروا فيهم يديروا فينا رايهم. دخلنا لهذا تي معناها رانا فعلا نحبوا الصراع السياسي السلمي، ولكن الصراع السياسي السلمي اذا خلاونا بالطريق، اذا ما ظلموناش، اذا لم يبخسونا حقنا. اما اذا بس بخسونا حقنا، انا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا اي واحد اخر يقول لي انت ما ديرش السلاح. تضربني انتايا وانت المعتدي ودير قانون انت بدك، ومن بعد تقول لي انتايا راكم سلاح اورد الوا. انا اورد الوا ايه، بصح مانيش اورد للقران الكريم، انتم اورد القران الكريم واورد السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم. انا جسمي اورد الوا. خوفوا بنا حتى ولاو مسلمين، ايه ما كانش سلاح، ما نديروش السلاح، ندير السلاح بركم بالك عاد يقولوا هكذا، ندير السلاح وندير الكراش. هاي خوفوا فينا. ربي قالنا في القرآن الكريم: ودوا لو تغفلوا لا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ربي قالنا في القرآن الكريم: خذوا حذركم وأسلحتكم. أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر. الكعبة أقل إثما عند الله من قتل المسلم، تقتل مسلما بغير حق، ومع ذلك فقد استحلى أقوام قتل المسلمين قتلا عشوائيا من غير تفرقة. وكنا نجادلهم قديما في منتصف السبعينيات وما حولها، فكان التفسيريون يقولون إنه يجوز أن يقتل الواحد منهم مفجرا المركبة التي تحمل الناس، الخطار الذي يستقله الناس، الموطن الذي يكون الناس فيه مجتمعين. فكنا نتعجب نقول: قد يكون مع هؤلاء المقتولين الذين حكمتم بكفرهم، قد يكون معهم من هو مثلكم، من هو معكم على طريقتكم الباطلة واعتقادكم الفاسد. فكانوا يقولون: يموتون على ذلك ويبعثون على نياتهم، يلعبون بالنصوص وهم ليسوا من أهل العلم أصلا، لأن الخوارج لا علم عندهم ولا فهم لكتاب الله، يتلون كتاب الله ولا يفهمون المعاني ولا يتدبرون في المقاصد، ولا تنزل هذه الآيات الشريفات إلى قلوبهم فتحدث فيها ذكرا وذكرا، لأنهم لا يفقهون ولا يعون. الخوارج هذا شأنهم، وهم اليوم منتشرون تحت أسماء شتى: القاعدة، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، القاعدة، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، كل هؤلاء من الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار، هم كلاب النار.